هنتكلم عن this في الجافا سكريبت كانت بتسبب لخبطة كتير لما بنستخدمها. تعالوا نفهمها. الـ this reference لقيمة، بس القيمة دي بتتحدد بناء على 5 قواعد: default, implicit, explicit, new و lexical. الاختلاف بينهم على حسب احنا استخدمناها فين في السكريبت. كلام معقد بس احنا بنستخدم ده فعلا. تعال نشوف ازاي. default لما بنعمل call لفانكشن وجواها this، هنلاقي ان الـ this reference للobject اللي الفانكشن جواه، وهو الجلوبال اوبجكت اللي هو الويندو. امبليسيت لو الفانكشن دي بداخل اوبجكت يبقى this بتشير الى الاوبجكت، وهنا هيطبع قيمه النيم اللي هو البيرسون اوبجكت. اكسبليسيت شفنا ازاي لما استخدمنا this بداخل الفانكشن وكانت مره ريفرنس للجلوبال اوبجكت والتانيه كانت ريفرنس للاوبجكت اللي بتنتمي اليه. بس ازاي اقدر احدد قيمة this وانا بعمل call للفانكشن؟ عن طريق default functions في اي object تقدر تعمل لك ده، ومعظمنا ما كانش بيستخدمها، زي call و apply و bend. ازاي؟ عندي 2 objects وفيهم property name، بس ال person object في function تقدر تطبع قيمة ال property name ده، وال reader object مفهوش، وعايزين نستخدم الفانكشن دي في الريدر اوبجكت بدون ما اعمل انهيرت او ان انا اغير الاستراكشر. هنستخدم اي فانكشن من الثلاثه دول: كول، ابلاي، بند. هنستخدم فانكشن الكول، بنكتب اسم الاوبجكت اللي فيه الفانكشن واسم الفانكشن، وبعدين كول وبنديها الاوبجكت اللي هيستخدمها، وبكده الزس في الفانكشن هتبقى ريفرنس للريدر اوبجكت مش البيرسون اوبجكت. نقدر كمان نبعت arguments للفانكشن زي مسج او اي قيمه تانية. بالنسبه لفانكشن apply بتشتغل بنفس الطريقه، بس بنبعت arguments في شكل array، لكن فانكشن البند مختلفه شويه. دي بترجع لك فانكشن وتقدر تعمل لها كول بعد كده في اي وقت، مش زي الكول والابلاي كانت بتعمل كول للفانكشن في نفس الوقت. النيو نقدر نستخدم كلمة نيو مع الفانكشن، دي بتغير من طبيعة الفانكشن، بتخليها بتكريت اوبجكت جديد، وذس جوه الفانكشن هتبقى ريفرنس للاوبجكت وبتعمل ريتيرن للاوبجكت ده. ولو ضفت اي قيمة للذس جوه الفانكشن هتلاقيها في الاوبجكت اللي راجع لك من الفانكشن، زي لما بتعمل class وبتحط فيه properties. بتقدر لما تستخدم this جوه أي function في ال class هتشوف ال class وهتشوف ال properties بتاعته. القاعدة الأخيرة وهي ال lexical، الاسم صعب شوية بس بنستخدمها كتير، اللي هي ال arrow functions، ودي بتبقى زي ال functions العادية، بس الفرق المهم في قيمة this. نشوف مثال. عندنا object فيه counter و function، عشان تزود قيمة الكاونتر وهنا استخدمنا this، لكن كانت النتيجة انه مش لاقي الكاونتر. ليه ده حصل؟ علشان ال this هنا reference للobject اللي هو الويندو اللي هو الجلوبال اوبجكت، مش الobject اللي اسمه count up وللfunction جواه. علشان الfunction الاولى this فيها بتبقى reference للobject، بس اي function تانية بتبقى جواها الزس بتبقى ريفرنس للجلوبال اوبجكت. نقدر نحلها ازاي؟ عندنا طريقه ان احنا نعمل متغير ونديله قيمه الزس اللي في البيرنت فانكشن، وبعدين نستخدمه جوه فانكشن السيت انترفال او الفانكشن الداخليه، وبنسميها لوكال سكوب وجلوبال سكوب، وهتلاقوا ليها شرح على القناه. وفي طريقه تانيه ابسط ويجي دور الارو فانكشن، هنا تقدر تستخدمها بدل الطريقة العادية اللي انت كنت بتكتب function، وساعتها الـ this هتبقى reference للـ object نفسه. شكرا ليكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك، سبسكرايب، وفعل الجرس. والسلام عليكم.